مشاكل الصيادين بتختلف من مكان لمكان، بس منطقة المكس في اسكندرية فيها مشاكل على كل لون. في مشاكل كتيرة جدا، بس من أهم المشاكل الموجودة هنا المية. دي المية ديت فيها درجة تلوث عالية قوي، فيها الصرف الصحي بتاع اسكندرية كلها والمناطق المجاورة موجود على المية دي، حتى صرف الشركات برضو موجود على المية دي. المية دي من 20 سنة كان الواحد بيشرب منها، لأن دي كانت مية أصلا مية صرف زراعي. دلوقتي بص المية بقت عاملة شكلها ايه. صرف الشركات دوت اللي في المية ديت زي ما انت حضرتك شفت كده، الطينة والقرف ده كله، السمك بيموت، مفيش سمك بيخش لنا هنا. الشركات بترمي الصرف الصحي بتاعها في الخندق هنا، ده بيعدم الثروه السمكيه في الميناء. الصرف الصحي هنا لوث الميه، بقت السد بقى لازم نمشي مسافه كبيره قوي بالنسبه للبحر. الاول كنا بنرمي هنا جنب الجزيره، دلوقتي مفيش صرف صحي، الصرف الصحي غطى على الكلام ده، مفيش سمك هنا طفش، كان في زريعه هنا بقت بتموت. مشاكل صيادين المكس توليفة من كل المشاكل اللي ممكن تواجه اللي بيشتغلوا في مهنة الصيد. دلوقتي احنا اول مشكلة لنا الكوبري اللي عمله لنا ده، لو مركب ولا حاجة لوش وهو نازل ممكن يموت هو الانفار اللي فيه بسبب الخوازيق اللي هم عاملينها تحت الكوبري. المشكلة في الخوازيق اللي عملوها الجديدة دي كوبري، هو عشان التهريب وعشان البلاوي، بس جيت على الصيادين الغلابة، على الناس اللي بتاكل عيش، الخوازيق دي زي ما حضرتك شايف كده مسدودة، لو مركب هنا المية هنا غارية زي ما انت شايف، فالمركب ممكن يعطل، ممكن يورص، اسمها تبريص عندنا، يغرق. واخد بالك، يجي هنا يحوش في الكوبري، الناس كلها تموت، مفيش حتة يطلع منها. بص مفيش حتة، مفيش الا هي الحتة دي اسمها عين اللي المركب بينزل منه، وبقيت كل ده مسدود مع الزبالة اللي بتنزل من الزبالة والمجاري والكلام ده، سدت العيون دي كلها، اصبحت دلوقتي كل ده مسدود، مفيش الا الحتة دي واحدة، لو اي حد ما عرفش يطلع يموت. فاصبح ان احنا ما نعرفوش دلوقتي ولا نخش الخندق نستقبله ولا نطلعه ايه نصطاده، فبنقفوا بره، الجو بيزيد، البحر بيكبر، بياخد المراكب بتاعتنا. فاحنا دلوقتي مشكلتنا ان احنا ولا عارفين نخشه ولا عارفين نطلع نصطاده، هم دلوقتي وقفوا حالنا. الحلول كثيره بيقدمها صيادين المكس لاي مسؤول ناوي يفكر في حلول. المفروض كان بين الخازوق والخازوق المفروض يعني اقل حاجه 2 متر، عشان الخوازيق ديت بينزل شبك من جوه، بينزل مراكب قديمه مكسره، وبينزل زوادك، وبينزل خشب من جوه، فبالتالي بيسد ايه؟ بيسد بين الخوازيق. فهم لازم يشوفوا لنا حل دلوقتي في حكايه الخوازيق دي، يقطعوها يخلوها على وش الميه يشيلوها خالص. فاحنا بنكلمه على مينا تلم فيها الناس صيادين، حتى لو البحر عيله ولا حاجه، في ممكن نقف في المينا جوه، يبقى اعمل لي رصيف من اول الجزيره كده هو لغايه قدام شويه كده هو، حته اسمها الغربيه. القاهرة 360 رصدت معاناة صيادين المكس ومعاناة أكثر من 2000 أسرة معرضين للتشرد بسبب المشاكل اللي بتعوقهم عن عملهم اللي هو مصدر رزقهم الوحيد.